علاقة الزوج بالزوجة، وحضرتك بتتكلم انها خدمتها جهاد، وانها تربيتها لاولادها جهاد، وانها سمعها لكلام الزوج ده جهاد. كل الاعمال دي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها مودة ورحمة، وقلت لحضرتك ساعتها انه ده ما يقللش منها. قلت لي هرجع لك في الجزئية دي. اه طبعا، ليه سعادتك؟ انا اخدم وزوجتي تخدم، انا بطلع بره البيت بخدم زوجتي واولادي واسعى على لقمه عيشي. لمين؟ لي وحدي؟ لا، ده لي ولزوجتي ولاولادي، عشان تقعد في بيتها معززه مكرمه، ولاولادي يتعلمون واتقي الله فيهم. طيب فاذا عدت الى البيت انا اخدم خارج البيت وهي تخدم داخل البيت، كل واحد وكلانا في الجزئية بتاعته. الله ينور على حضرتك، هي ترس والرجل ترس، بنكمل بعض، فتمشي الحياة. لا خدمتي لزوجتي وأولادي يعيبني، ولا خدمة الزوجة لزوجها وأولادها يعيبها. السيدة الأولى سيدة خديجة، ومن هي خديجة؟ كانت بتخدم زوجها سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة وعندها والسلام. من الخدم ما يكفيها، وذلك كانت تستمتع بذلك. فيه كتير كده، السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخدم زوجها سيدنا علي. السيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم زوجها الزبير بن العوام. وعلى ما أقول ذلك أدلة كثيرة من القرآن، وأدلة كثيرة من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين نقف عند ده، طبعا لان في بعض الدعوات بتبقى هدامه طبعا، انها ومخربه مش للبيوت. مكلفه بده، وان ده لا مش لا لا، كارثه. فرض عليها، لا لا والموضوع لا، مش موضوع فرض ولا هو عقاب، ده دي حياه بيخربوا زوجيه. البيوت، بيخربوا العقول حتى تخرب البيوت، صحيح. فانتبهوا لذلك.